جهاز الليزر من الأجهزة اللي تشتغل على تصاميم الثنائية الأبعاد وممكن يسوي بيها تصاميم ثلاثية أبعاد. عندنا جهاز الليزر، عندنا الشاشة الرئيسية لجهاز الليزر مع زرير التحكم، وعندنا مداخل USB ومدخل توصيل الجهاز بالكمبيوتر، وعندنا في الداخل عندنا الليزر، وهنا عندنا في زي المسمار عشان نحرك به الليزر لتحت ولفوق، وعندنا التيوب ولا الأنبوب الخاص بأشعة الليزر، وعندنا المرايات اللي بتعكس ضوء الليزر وبتخرجها من الفوهة الخاصة بالليزر. جهاز الليزر جهاز بياخذ كهرباء 110 فولت. تشغيل آلة الليزر يحتاج لتوصيلها بمبرد الماء. من دون توصيلها بمبرد الماء الليزر ما حيشتغل وما حيصل له دائرة التبريد. كيف توصيله؟ احنا عندنا سلكين اساسيين طلعانين من المبرد وموصولين بالليزر. اول سلك لو انتبهنا هون عندي اوتلت وانلت، مخرج ومدخل. نفس الشيء موجود عندي على آلة الليزر، في ووتر ان ووتر اوت، ماء داخل وماء خارج. الاوت لت من هون من الليزر من المبرد موصول بالووتر ان، وبالعكس الانلت من المبرد موصول بالووتر اوت في الليزر. فعشان تتم دارة التبريد بشكل صحيح لازم نوصلها كما شرحناها قبل شوي، اللي هو الاوت للان والان للاوت. لما نستخدم آلة الليزر حيظهر منها دخان بسبب الاصل، ما بقص الخشب او الكرتون او اي نوع من المواد حيطلع منها دخان، فهذا الدخان احيانا بيكون مضر. المنساوي انه نحن بنستخدم معاها شفاط الهواء. هاد شفاط الهواء عندنا الانبوب اللي بيجي مع الليزر. الانبوب هذا بنوصل اول طرف منه هون بمكان الغاز، بنوصل اول طرف من هون، ولو انتبهتوا عندي شفاط الهواء له طرفين. الطرف اللي هون هو المدخل اللي انا بوصله مع آلة الليزر مباشره، فبوصل هذا الطرف مع هذا الطرف. الطرف الثاني اللي هو يطرد لي الغاز المسحوب من الآلة، فهو حيشفط الهواء من هون الغاز، حيطلع لي الغاز من الطرف الثاني. الطرف الثاني لازم يكون المخرج تبعه لبرات صالة التدريس. عشان نتأكد انه الانبوب ثابت مكانه ما في اي تسريب، نستخدم في اكثر من طريقة عشان نثبته. واحدة منها انه نستخدم تيب بس نلزقه، نتأكد انه هو ملزق مكانه بشكل صحيح. في طريقة ثانية اللي هي بيجي مع نفس آلة الليزر، بيجي معها مثل اسوارة من الحديد ممكن نثبتها عليها ونرصها بالوري. في ممكن كمان نستخدم اللي هو السلك البلاستيكي الشاد عشان نثبت فيها ونشد على مكان الانبوب عشان ما يصير في اي تسريب. نفس الشيء ممكن نسويه لمكان المخرج من الغازات عشان نتاكد كمان انه الانبوب الواصل لبرا ما في تسريب قبل ما يوصل لخارج الصف. آلة الليزر لما نستخدمها لازم يكون معها موصول مضخة الهواء. مضخة الهواء مهمتها انه هي بتبعد الدخان اللي بيطلع لما بستخدم آلة الليزر وبقص فيها عشان ما تتوسخ العدسات. طيب الشيء المهم لازم نذكره انه مضخة الهواء بتشتغل على كهرباء 110 فولت. يتم توصيلها من هون الى الاير انلت، ادخال الهواء من هون. بعد ما شبكنا الكهرباء في 220 وعبينا الموية حق المبرد، نضغط زر التشغيل ونشغل الجهاز. بعد ما نشغل الجهاز راح تولع معنا اللمبة الخضراء. اشتغلت معنا اللمبة الخضراء وطلع لنا أرقام هنا. الأرقام هنا هي درجة حرارة الجهاز. درجة حرارة الجهاز لازم ما تزيد عن 30 درجة مئوية. من يوم ما الجهاز يطلع ل 30 درجة نطفي الجهاز، بنخليه يريح من نص ساعة لساعة، بعدين نرجع نشغله مرة ثانية. لتوصيل آلة الليزر بالكمبيوتر نحن بنستخدم وصلة الشبكة. توصيلة الشبكة وصلها من هذا الطرف للكمبيوتر عشان نقدر ننقل الملفات ونتحكم بالآلة باستخدام برنامج القص. نبدأ نشغل الجهاز من الزر المتواجد فوق سلك الكهرباء. اشتغل الجهاز، راح يبدأ الجهاز بالمسح. في هذه الأثناء بنروح نشغل برنامج
الطباعة في جهاز الكمبيوتر. نضغط على زر التحديث في جهاز الكمبيوتر حتى يبحث عن جهاز الليزر. راح يبدأ الليزر بالتحرك لمسح أرضية سطح العمل. وكذا يكون المسح انتهى والجهاز اتصل بجهاز الكمبيوتر.